السيدات والسادة الكرام، وخاصة المقيمين بالمدينة، الاهتمام بالصحة شيء كتير ضروري، الكل بيقدر يبلش بأي وقت. بدعيكم اليوم على افتتاح نادي اللياقة. تمام تمام تمام، يلا لسه مرة جربي. ماشي صبايا، خدوا وقتكم، عيدوها وانتبهوا أكتر. الكوع ما بنعمله مثل العصافير، بنخليه مشدود باتجاه الجسم. عيديها. اها اها، برافو عليكم، تعوا لعندي شوي. برافو، انا فخور فيكم مارينا. فيكي تحكي لي الاساسيات بفن الدفاع عن النفس؟ السرعه والاندفاع والهجوم. برافو، جواب غلط، لانه القاعده الاساسيه هون هي انه نبعد عن المشاكل. مزبوط، لازم نلبس ثياب عريضه وطويله وما لازم نحط مكياج. شو مشان اصابع رجلي؟ تعي لنورجيهم مارينا شو اللي ما لازم نعمله هلا. نفك حالنا هيك. برافو، شو لازم نعمل؟ هيك وبعدين؟ هيك؟ ايه؟ وهيك؟ اخر شيء نركض. يلا اركضي. تعي انجا، فرجينا شي حركه. بالاول بنحط ايد واحده على الكتف. وبعدين ما بتذكر. طيب رح ذكرك. بالاول بنحط ايد على الكتف وبنضغط. وبعدين بنضرب بالركبه، وهذا كل شيء. ممتاز، بشكركم اليوم على التدريب وبشوفكم بكره. انت كثير متحسنه. انت عم تاخدي الدواء بانتظام ما هيك؟ ايه طبعا، لان ما فيني بدونه. كيف حاسه حالك هلا؟ عادي، يعني مثل احساس اي حدا بعمري. مفهوم. صارت قومتي الصبح صعبة، بفي على وجع الرجلين والظهر والمفاصل. أحياناً بحس ماني قدراني أقوم من التخت. إيه الحق معك، والطقس صار بارد كتير بآخر فترة، ومرض التهاب المفاصل الروماتويدي كتير صعب. بعرف هالشي كتير منيح، خصوصي بهالبرد وهالسقعة هاي. طيب أنتي أخدتي برد بالفترة الأخيرة؟ إيه طبعاً، على طول باخد برد براس السنة، بس هلأ كله صار منيح. طيب دكتورة، ممكن تكون عدوى عملت مضاعفات؟ برأيي الأفضل نرجع نعيد التحاليل، وبهالحالة ضيفي مضادات الالتهاب للعلاج. ايه ماشي. طيب اكتبي لي التحويلة. الكل بيقول انه الطب عنا سيء كتير، بس شوفي هالبنت شو لطيفة يا روحي، حلوة كتير وشاطرة وذكية. أنا عم تتدرب وبعد فترة رح تصير دكتورة. عنجد؟ ايه. الله يحميكي، عنجد انتي بتجنني، ورح تكوني دكتورة شاطرة. تفضلي كوني الساعة 8 الصبح بغرفة العلاج. شكراً. طيب الله يحميكم ويعطيكم العافية. عليك العافية، مع فاية إن شاء الله. شكراً. صحيح دكتورة. شو؟ تسمحي لي إطلع اليوم من الشغل عبكير؟ حاسستك مديرة القسم، تعطينا أوامر وبتروحي. لا. طيب طيب روحي. شكراً. أهلا وسهلا. شوفك بكرة. باي باي. إيفان، ايه انطور، ما تروح فورا، المدير بيقول لك ضل شوي. شوفك بكرة. شوفك. يلا باي. ما بقدر ضل، وينه؟ قال لي رح يجي هلا، قال خليك هون لا تروح محل. وليش لا يبعتك؟ انا بروح لعنده. ما بعرف، عنده ضيوف وعم بيتمشوا. طيب الو الو. ايه ايفان، طلبوا مني اني ضل بالشغل، فيكي انت تجيبي انطونكا؟ انطونكا؟ ما في عندي تدريب، اتفقت مع لينكا وطلعت بكير من الشغل. ماشي بلحق اجيبها. اكيد بتلحق. ايه اكيد بلحق. رايح اتدوش. يلا امشي. شو عم يصير معك؟ شو اللي عم يصير؟ شو قصتها هاي اليوم؟ هون المطبخ، مثل ما شايف عنا في طباخ كهربائي كبير هون، وهون في فرن،
وطبعا بهديك الزاوية رح يكون في عنا طاولة كمان. وين الطاولة؟ حضرتك طلبت تصميم خاص للطاولة وبدك السطح يكون رخام، مشان هيك مثل هذا التصميم بينعمل على حسب الطلب. طيب شكله ما حدا هون بده يشتغل. ايه وشو هاد؟ هذا بريز. بعرف انه بريز، بس ليش هيك واطي؟ ستاندرد. انا هذا الحكي ما بيهمني ابدا، بدك ترفعه شوي. ايغور ليونيدوفيتش، انت بذاتك وافقت على المشروع. بدك يحفروا الحيط ويرجعوا يحطوا معجون فيه؟ رح يحفروا الحيط ويرجعوا يحطوا معجون. حاجة تقولي مشروعك ومشروعك، انا ما عم افهم شي من الورق تبعي. انا الزبون، وانا لما بشوف شي لازمه تغيير لازم تغيريه، فهمتي؟ طيب طيب، بس انت بذات نفسك ما رح تكون مرتاح. اهدي، منظبط كل شي، خليني اشوف الباقي. طيب شو لسه عنا؟ مخرج التراس بالطابق الثاني. شو بقول المخرج كمان؟ لسه ما عملوه؟ ليش هيك البلاط؟ ما انه متناسق. الموديل معقد، ما كان في وقت. شو المعقد فيه؟ ما فهمت، انا تركت لك كل الموديلات. كل شيء كان غلط، بعد ما ركبناه لقيناه مو متناسق ابدا. وانت ما كان فيك تستخدم عقلك؟ ما لازم تبلش من النص، المفروض انك تبلش من الزاوية. شو يعني؟ شكلي كبيت 20 سنة خبرة بالبناء، فتفضلي علميني يلا. اثبتوا بقى انتوا الجوز. لازم تقعدوا هون وتعلموا الشباب كيف بصير الشغل. انتوا لازم تعيدوا كل شيء. عم تفهموا؟ طيب مثل ما بدك. طيب انا رح روح. ايغور ليونيدوفيتش لو سمحت، شو صار مشان المصاري؟ انت وعدتنا اليوم. ايه صح، الراتب الكل ناطر. مصاري شو؟ بالاول اشتغلوا صح وبعدين طالبوني. بكره منكون خالصين كل شيء. معناها بتاخذوا المصاري بكره. كيف يعني بكره؟ انا ما في، لانه لازمني المصاري اليوم ضروري. لكن باجلها للاسبوع الجاي. ليش لحتى اجي لهون يومين ورا بعض؟ طيب اتفقنا، بكره الصبح رح نخلص ونكون بانتظاره. طيب على العشرة. شكرا، مع السلامه. عجبك هي؟ ما رح ننام اليوم. عم تحكي وكأنه أنت يلي رح تشتغل كل شي يعني. اسمع، بدي منك تطلب من العمال إنه يزبطوا البلاط بأقصى سرعة وحسب الرسمة اللي عطيناهن إياها بالضبط. ماشي؟ ماشي. طيب لكان، بشوفك بكرة. باي. باي. أرمين. شو؟ جايك، بدي كسر لك إيديك. وينو هاد؟ ألو؟ ايه آنيا جاي. شو؟ ايه يلا تمام ماشي، يلا يلا جاي. اخيرا اجيت ايفان. حضرتك طلبتني؟ ايه صح طلبتك. حضرتك بتعرف انه اليوم افتتاح النادي؟ ايه. ايه شو؟ ايه هذا الرجال اللي حاطينه برا عطاني بروشور. كان الامور ماشي منيح، لهيك كنت بدي اقول لك تضل شوي تاني. اذا فيك يعني بدي اياك تعمل جلسة تدريب صغيرة، اجمع جروب او اثنين، ما رح نأخرك. بوعدك إيفان. ما بقدر، لازم روح جيب بنتي من المدرسة. يلا لو سمحت مشينا هالمرة مشان اسم النادي. أنا بشتغل معك لحد الساعة 4 العصر، بعدها عندي عيلة، وأنت وعدتني تنقلني على مجموعة الرياضة بدل من تعليم البنات مهارات الدفاع، ولا نسيت؟ لقيت شي تعلق عليه. ليك عن جد أنا تأخرت كتير. طيب يلا روح روح، تأخرت كتير. وشو مشان مجموعة الرياضة؟ شو بدي أعمل؟ تعرف إنه الرجال بيخافوا منك وما بيحبوك، بس كل النسوان بحبوك. بكفي. شو عم اكذب؟ ما اساس تاخرت، يلا روح لشوف. رح ذكرك بالموضوع على طول مشان ما تنسى. اكيد. انا حليت التمرين، فيكي تعطيني امثله كمان انسى؟ بس انتي خلصتي كل وظايفك حبيبتي. لبين ما يجي بابا. عن جد؟ وينه لهلأ؟ طيب 7 ناقص 5. 2. كتير سهلين هدول، خلي التمرين أصعب أنسة. تمام، 5 ناقص 7. كيف هيك؟ أنا كيف بدي أطرح العدد الصغير من الكبير؟ الفرق بيناتهم هو 2. مزبوط، هي العملية اسمها القيمة السالبة. مرحبا بابا. بعتذر بس أخروني بالشغل. ومدامتك ما كان فيها تجي؟ ما عنده مدام لحد هلأ، ما عنده. عن جد؟
لا تردي عليها، بوعدك إنه ما يتكرر هالشي. لحظة لو سمحت، بعد بكرة في عنا رحلة ميدانية ولازم تجي الساعة 10، بتعرف هالشي مو؟ ايه أكيد أكيد بعرف، وشكراً على التذكير. عن إذنك ولا تأخذيني. مع السلامة. باي. بالتوفيق. باي. وين آنيا؟ آنيا عندها شغل. طيب تعال نروح لعندها على الشغل، شو رأيك؟ خليها تمضي اليوم بدوننا، رح نروح على البيت هلأ، ماشي؟ لا أنا ما بدي روح. كيفك إيفان؟ لحقت تجيب أنطونكا؟ إيه مشي أنا الحال. بالصالون مع لينكا، السيارة رجعت عطلت، فيك تيجي تاخدني؟ ماشي، جاي لعندك، باي. يلا انبسطي، رايحين لعندها. يا سلام، رايحين لعند آنيا. أهلا وسهلا. مرحبا. أنت تأخرتي شوي، رفيقتك هون بغرفة الإياس. يلا تفضلي. بعتذر كتير صار معي. تفضلي. مرحبا. أهلين آنيا، وينك لهلأ؟ أنا جاي من برا المدينة ووصلت لهون قبل. السيارة عطلت ما اشتغلت معي، إيفان بيعمل حركة بسيطة وبتشتغل معه، بس ما بعرف شو بيعمل لها لتشتغل، عشان هيك طلبت تاكسي وعلقنا بالزحمة. هذا هو اللي صار معنا بكل بساطة. بسيطة. آنيا كيف؟ حلو؟ إيه كتير لعبق لي. وأنا حبيته كمان، مميز. صح. آنيا استني شوي، استني وشوفي هاد، في شي هنيك ناطرك، تعي جيبي لو سمحتي. يسلم إيديكي. شكرا. أنتي مسكي من قدام وأنا بمسكه من ورا، شو رأيك؟ عجبك؟ عجبني. أنا قلت لك خليك عم تراقب العمال، فهمت علي؟ أنا بعرف إنهم نصابين ومحتالين وما بيتأمن فيهم. ماشي، أكيد هلأ أنا ما بلاقي شي وبعدين بلاقي بلاوي زرقة ببساطة، فهمت علي؟ فهمت؟ لهيك بتلتزم بالتعليمات بالحرف وبتخبرني إذا حاسس إنه في حدا عم يتلاعب. طيب، ممتاز لك. إيه شو هالصدفة؟ مين بده يبعد للتاني هلأ؟ نحن اللي وصلنا أول شي. وصلنا بنفس الوقت. الحلوة حلت الموضوع. رح سكره هلأ. ممتاز، صار بيجنن ايه؟ عليكي. خلصتي؟ اوه آنيا طالعة كتير حلوة، بس أنا كمان بدي فستان مثله. عجبك؟ ايه تفضل. وين بابا؟ شكرا. ما بعرف. إيفان. اوه أنا آسف. إيفان. إيفان شو صار لك؟ ما بصير تشوف العروس بفستان العرس قبل ما تتزوجوا. وأنا معلش شوفها؟ أكيد حبيبتي. الكل بيعرفوا إنه هذا الشيء فعله مو منيح. باريا. أهلين. بالمناسبة بعرفك على إيفان، بيكون خطيب آنيا، هذا باريا. باريس، شرفنا. لينا، أنتوا لسه مطولين هون؟ لسه بدنا شي ساعة، فيك تنطر؟ أكيد. طيب، تعرفوا على بعض. ألف مبروك. شكراً، لسه بكير، بس شكراً. لساته كبير علي، وعطيني إنه على القد، ولسه الكمام ماني مرتاحة فيهن بنوب، ما عم أقدر أتحرك بشكل طبيعي. ما تقلقي يا عنسي، رح نظبط كل شي، رح يصير على القد تماماً. طيب، يسلم. طيب أنا فيني روح شوف فساتين العرس؟ أكيد حبيبتي، فيك تتمشي هنيك وتتفرجي. يلا تعالي لنشوفهم. اسمعني، طالما رح ننطر ساعة ليخلصوا، فيك تساعدني؟ أكيد. قلي. سيارة آني عطلة. ما في مشكلة. طيب رح جيب المفتاح. تعال، رح يصرخوا عليك، أنا بروح. طيب رح أنطرك برا لك. فينا نشيل منه شوي من هون، بصير تمام. مرحبا. أهلين، شوفي مين اللي إجا. بعرفك على باريس، هذا اللي بضل أحكي لك عنه. تشرفنا. باريس. آنيا، تشرفت. وأنا أكتر. لينا، أنا وإيفان رح نروح نجيب سيارة آنيا، المفاتيح إذا بتريدي. هيك لكان. طيب شكراً كتير إلها. كتير لابق لك على فكرة. شكراً. سلام. يلا باي. هالباريس كتير حلو ولطيف. كل شي بآخر لحظة، كله ركض بركض، ما في نفس لشي، ما في شي عم يبسطني بصراحة. أنا حابة هداك الفستان، بس ما بقدر أقول هالشي لإيفان لأنه كتير غالي، وبعرف إنه رح يزعل إذا صرفنا مصاري كتير هلأ.
كان بدهم نروح على المحكمة ونتزوج هنيك وبس. أنيا الواحد مو كل يوم بيتزوج، هي مرة بالعمر مرة بالعمر بالنسبة إلي، أما إله هي تاني مرة. حتى بهي عم يغض نظر. أنيا عادي لا تكبري الأمور، وإذا كان هذا زواجه التاني وأنتي زواجك الأول حبيبتي، طالعة مثل الملاك بهذا الفستان. طيب إذا زبطوه هلأ بيكون تمام؟ رح يزبط، وبوعدك إنه عرسك رح يكون أحلى عرس بالدنيا. ليش كل هالمصاري؟ فكرت بدك تشتري لي جاكيت فرو؟ جاكيت فرو شو؟ 3-4 جاكيت فرو من أي محل بالسوق. ناتاليا سوق شو؟ لازم روح على موقع البناء، بتعرفي قديش رح ادفع وانتي بدك جاكيت فرو؟ بس انت من سنة وعدتني انه البناء رح يجهز وانتي مفكرة انه ما بدي انتقل، على الاقل منشان ما نشوف اخوكي كل يوم عنا. وشو يلي بيمنعنا ما نشتري شقة لأخي؟ ما في اي شي بيمنعنا نشتري شقة لأي حدا، حتى لحبيبك مثلا. بس أنا بكون ملاكك، ماني مرتك. اسمعي لكان، إذا يوري تبعك ما لقى شغل رح أرميه برا البيت وانتي معه كمان. ليش رامي الأغراض على الأرض؟ بكفي، حاجة تشرب. يوري شو تغير هلأ؟ لميت شي جديد يعني؟ في قناص هنيك. وين؟ كوشين قال انه رح يرميك برا اذا ما لقيت شغل، وحط لي واحد يراقبني. خلصي منه فورا. يلا 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 اقتله. اوبا. قومي اطبخي لنا شغله ناكلها. انت اطبخ. على فكرة بابا الأكل كثير طيب وأنا كثير حبيته. صح، وأنا أني أشبكي ليش ما عم تأكلي؟ ما في شي، ماني جوعانة بس الأكل طيب. اسلموا إيديك رح أكل شوي. صح وأنا. شايفة قديشك محظوظة؟ لأنه بكرة أنتي وبابا رح تتزوجوا. بس أنا مين رح أتزوج يا ترى؟ ما رح لاقي حدا مثله أبدا. سمعتي شو قالت؟ إيه. ما تخافي رح تاخدي أحلى عريس بالدنيا. بابا انت شفت انيا بالفستان وخالته لينا قالت انه هذا الشيء فال مو منيح. اولا ما من امن بهالشيء، وثانيا ما شفت شيء. خالته لينا فورا بعدتني. لا تقلقي، كثير حابه يجي بكره بسرعه. لهيك كملي اكلك وفرشي اسنانك وروحي نامي مشان تفيقي الصبح. معناتها لازم تجي وتحكي لي حكايه. يلا ما تعملي شي، أنا بشيلهم. مو مشكلة، أنا رح روح. خليني وصلك. لا يسلموا. رح أمشي. لكي فيكي تضلي قبل العرس، ممنوع. باي. عطيني. حكيني لما تصلي. بشوفك. باي باي. بابا حبيبي انت هلأ صرت كتير كبير، لهيك صار لازم تتزوج وبكرة عرسك. بصراحة أنا كنت متزوج من قبل، تسطحي. ايه بعرف، بس أنا بدي انت وآنيا تجيبولي أخ صغير وحلو مثلي. ماشي، بس ماما جابت لك أخ؟ ايه بس نحنا ولا مرة التقينا بالحقيقة، على طول بشوفه بالصور، وغير هيك بكرة بيكبر وبصير عصبي مثل عمو إيديك. مو شرط يصير مثله. على كل إن أنا وآنيا رح نحاول نجيب لك أخ. ماشي لكن حاولوا، بدي تجيبولي أخ مشان ألعب وأتسلى أنا وياه. ماشي، المهم ما تنقي. صار وقت الحكاية، أعطيني الكتاب. فضل. كا
مكان يا مكان. في ختيار وختيارة. اي ماشي، غمضي عيونك. كان يا مكان في ختيار وختيارة. حبيبتي فيكي شي؟ العميل شوكين صعب التعامل معه شوي. بعرف ونبهتك من قبل. بتذكر وعدنا بالمصاري من أول الشهر ولهلأ ما عطانا. بالحقيقة هو شخص صعب كتير ومانو لطيف أبداً، بس بالمصاري دفيع. بدك يعني أحكي معه؟ ما في داعي، لا مو مشكلة، أنا بس شوفه بعرف أتصرف معه. بس يعني كان بدي أشتري هدية للعرسان بكرة. لينا إمتى معتستي مصاري تعالي قليلي وما تخجلي أبداً مني. ومشان العرسان رح ننزل سوا أنا وإنتي ونختار لهم هدية. أنا فاضي بكرة الصبح. حبيبي أنت بتعرف أنه ما بقدر أخذ منك مصاري، مو بالنهاية أنت مانك زوجي. عنجد؟ إيه؟ لينا. نعم. تقبلي تتزوجيني؟ باريا انت عم تتقدم لي يعني؟ ايه تقريبا. اسف لانه الجو مو رومانسي وانا مو مجهز الخاتم معي. طيب مو مشكلة ابدا، انا بكرة رح حل قصتي مع شوكين بشي طريقة لا تاكلها، ما بيقدر يتهرب. بس اكيد رح ارجع ذكرك بشغلة الخاتم. طيب بصحتك. صحتك. شكرا. تعالي اعطيني بوسه. مرحبا ماما. لا تعملي هيك ماما. ايه ما في داعي ابدا، لو سمحتي هلا بتنزل دمعتي. مرحبا. بك شو هلا؟ لازم نكون مبسوطين. ضحكي. والله أنا كتير مبسوطة. شو رح تتعشي معنا؟ لا أتعشيت عند إيفان. هيك لكان تعشيتي عنده؟ بكرة رح تتزوجي وما بدك تتعشي مع أهلك؟ أمك طبخت لك الأكلات اللي بتحبيها. جعنا كتير على فكرة ونحن عم نستناكي. طيب ماشي، بكرة ما رح أقدر أكل منيح. إيه معك حق، رح تنعج كتير. حبيبتي زبطي الأكل. جعنا بس بسرعة شوي لو سمحتي. ما ضل فيه حيل أبدا. آنيا حبيبتي قليلي مبسوطة أنت؟ أنا ما بعرف، ما عم أعرف شو هو شعوري. لا تقلقي لسه الحياة كلها قدامي. شوف الفستان. يلا يا عروس قومي. يلا انيا حبيبتي يا انيا يلا افتحي. انا كتير متحمسه. يلا 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 لك قومي. انيا يا انيا افتحي. يلا يلا هو. الف مبروك يا احلى عروس بالدنيا. معقول ما سمعتي الاصوات؟ يلا يا بنات هلا رح نعمل لك شعراتك وبنحط لك مكياج وبتطلعي احلى عروس. صبايا وين لينا؟ طلبوها بالشغل بس رح تجي على مكتب التسجيل. الظاهر ما رح تشيلوا الزبالة ولا قلبتوا المكان لحاوية. انت بالذات طلبت ما نصرف مصاري واللي طلبته نفذناه. رح نشوف، بس قول لعمالك يديروا بالهم ما يوقعوا شيء. انت بتعرف قديش دفعت عليهم. انا كتير تكلفت على هاي المواد، ما بدي ينهدر اي شيء منه. اذا حضرتك قصدني بهذا الكلام فانا فيه فرجيك الفواتير مخليتهم معي بملف منفصل. اساس لازم اوثق بالفواتير؟ بكل بساطة بيكونوا مزورين. يلا كل واحد ينصب قد ما بيقدر. تفضل. شكرا. اعطيني رايك. انت مانك امير، الامراء بيلبسوا جاكيت مطرز عليه بالذهب وبنطلون ابيض وجزمه وسيف كمان. ايه صح، بس ما بعرف وين ضيعت سيفي. يعني هلا العروس بتقلعني؟
لا أكيد ما رح تقلعك. هي شريك ما كان حلو أبداً، بس بالأخير تزوج الأميرة، ما هيك؟ شكراً لأنك ذكرتيني. سيدي إيغور ليونيدوفيتش، مثل ما لك شايف الدرج نعمل، بس ضل نحط له الدرابزين. بس بدي اقترح عليك انه ركب الدرابزين بعد ما نخلص تصليح كل الغرف. ونقلنا العفش على الغرف وضل نرتبهم، تمام؟ وغرفة نومك صارت جاهزة تقريبا. طيب خلينا نشوف الغرفة. تفضل معي، انا رح فرجيك كل شيء. هاي الغرفة حسب المخطط وحسب التصميم يلي وافقت عليه اخترنا فرش الغرفة، بس في عنا كذا خيار. طبعا فيك تشوف، في عنا 3 اقتراحات، اي واحد بتفضل منهم؟ كيف؟ إيغور ليونيدوفيتش، نحن لازم نرتب الفرش وما رح نعمل شي بدون موافقتك. رح قلكن مقترحاتي لما تخلصوا كل شي برا. فهمت عليك، ماشي رح نرجع لهم، بس إذا بتريد بدي أمشي. شو؟ المصاري اللي وعدتنا فيهم. إيه تكرمي، كلكم بحاجة مصاري. طيب أنا أنت روح من هون. وقول للشباب ما حدا يقرب على الغرفة. أمرك أستاذ. ماشي. سيد إيغور شو عملت؟ روقي طولي بالك، يعني نحن بغرفة النوم وبدي أجرب الجو، ما فيني وافق بدون ما أجرب. يلا تعالي سيد إيغور، شو عم تعمل أنت؟ انطري انطري انطري، أنت ما عندك هالحركات؟ لا عظيم، رح جيب لك شمبانيا مجوهرات. لا إيه؟ الفكرة هلا أنه أنا عم واعد باريس. لينا؟ نعم. ما في شي عن جد؟ باريس شريكي أصلا. يعني منتشارك كل شي عن جد؟ طبعا. أوه الشركة والنسوان. خلص اهدي، ما رح نقول له شو. بعد عني عملا. اسكتي لا تصرخي. اسكتي شو عم تعمل. اسكتي. بعد عني. بعد معلم صاحب الورشة مع المهندسة. ايه باري. قال لي ما خلي حدا يزعجه. طيب ولا يهمك، روح كمل شغلك. طيب ماشي. طلع تمام. اها برافو. هذا الشغل. برافو. لينا تعالي شوفي. شو؟ شوفي البلاط. شفتوا انه لما بدكم فيكم تزبطوه؟ ايه طبعا ست لينا. طيب عطاك الاستاذ مصاري؟ عطاني، ما بيقدر يتهرب. وكيف؟ مو كتير مهم، انا رايحة هلا. روح حضر جبلي. الحمها اكتر، المرة الماضية الفكت. إيغور ليونيدوفيتش، نحن حطينا الشاي على النار. الكل يطلع لبرا، نزلوا على الحديقة، ما حدا يروح لمحل. شو؟ يلا هوا. ألو الشرطة؟ يا صبايا كنت رح اتفشكل وقع. يا صبايا فيني امرق؟ صار فيني شوف العروس؟ لا لسه بدك تنطر شوي، في عندك كم اختبار وبعدين بنشوف. نحن ما ضل شي بجيبنا حرفيا، لو سمحت. هذا اللي معكم؟ فيكم تقولوا قديش بدكم؟ لا لان العروس ما بتتمم. ايه طبعا غالي. ساعدوني يلا لشوف طالع اللي تحت البلاطه وحطن هون. يلا بسرعه. يلا بسرعه. يلا
عن جد بابا فينو يتركنا ويروح هلا؟ لا تقلقي حبيبتي، هن عم يمزحوا. بس ما عم يضحكوا. شو؟ شبك شو عم تعمل انت؟ اللي طيب يا شباب اسمعوا، اللي يا عريس شو اللي جابك لهون؟ جيت اخذ عروستي. برافو عليك. وشو عملت لما قررت تتزوجها؟ اسألي، يلا اسألي. طلبتها من اهلها. برافو عليك، تفضل. يلا تفضل لجوا يا سهرنا. ماشي يلا تفضل. شكرا. مساك. شو لازم اعمل؟ يلا مساك. تفضل. يلا مساك. هي ايدها، قول انه ايدها. يلا هي ايدها. مو ايدها. كيف مو ايدها؟ هي ايد مين؟ لك يلا يلا. لا انا بقدر اعرف ايد البنت اللي بحبها اكيد. جرب شو. حرام، بكفي نعذبه. فتح عيونك، رح تتفاعل. ترارا. فاديم الباقة. شكرا. الو، ايه باريا وينك؟ ما وعدتني تاخذني؟ ايه وهيجي. شفتك. مرحبا. مشي بسرعة، لسه بدنا نختار الهدية. لينا خليني انا ادفع حق الهدية. ما في داعي، شوكين دفع. كله تمام؟ ايه تمام، بس خايفة نتأخر. منلحق. بين الـ28 والـ30. طيب ايه ما طلعت؟ خبرني. إيغور. نعم. خلصنا. خذ كل هالعمال على القسم، حقق معهم وتأكد من هوياتهم بدون استثناء. يلا تحرك لشوف. حاضر. خذ المشرف كمان. ماشي. معك. وقعوا على البروتوكول. طيب. امشي معي على جنب. في عندي شوية أسئلة. كم واحد كنت جوا؟ شوف، الكل عم يحكي عن صبية اسمها لينا، بس ما حدا بيعرف كنيتها. هي صممت كل شيء للمشروع. قالوا إنها حلوة وطويلة وشقرة وعمرها بين 28 وال 30. يمكن العمال اتفقوا إنهم يرموها على المهندسة. ما بظن هالشي. كانت أسئلتي بسيطة معهم، وين كانوا وشو كانوا عم يعملوا وكانوا عم يشتغلوا سوا، بس اللي لاقوا جسة هن المشرف وعامل تاني. ها، وليش لحتى المهندسة لتقتل الزبون؟ وعدها إنه رح يجيب مصاري اليوم، وهي كانت كتير متوترة. وفي عامل قال إنه هو كان عم يتحرش فيها بالغرفة. اللي التقى فيها لقيت معه فراطة. لقيت فراطة بجيبته. قالوا في شي نقص بالموقع؟ قالوا لا. قال لي المشرف لما لقى الجثة طلب من الكل يطلعوا، لهيك لوقت ما وصلنا ما حدا لمس أي شي. تصرفوا حكيم. هاي منيح اللي تصرف هيك. طيب، قال لي جبتوا رقم شي؟ ايه لازم. اللحظة، الرقم مسجل باسم ماكييفا يلينا ألكسندروفنا، تولد عام. ما بيهمنا، المهم يكون عنا القدرة أنه نلاحق تليفونها ونوصلها بأسرع وقت ممكن. استنى، خلينا نحكي من تليفون السيارة، أصلاً هي راحت على المدينة. بدنا توقيعك هون وهون وهذا قلم. إيغور، خلي عينك على الجسم. وقع هون كمان. إيه، واكتب تاريخ اليوم بخط إيدك، اتفقنا؟ يلا حبيبتي. شكراً. تعي، على مين عم تدوري؟ على لينا. يمكن صارت جوا، يلا خلينا نفوت بسرعة. مرحبا. يلا يلا فوتي حبيبي. باريا، ما ضل غير 20 دقيقة لحتى تبلش المراسم. حبيبتي، معنا وقت لنشتري ورد كمان. ها، آنيا عم تتصل. ألو آنيا حبيبتي، نحن على الطريق، بدنا شوية وقت، ما رح نطول. ماشي. ايه ليكنا وصلنا. لهلا ما مبين شيء. شو؟ هلا حسب الإشارة فهي هون. شو يعني؟ يعني ما حتكون أبعد من 50 متر. طيب أعطيني هات رقم العلاك. مين عم يتصل فيني هلا؟ الرقم مسجل، ما بدي رد. ما رديت. تعرف شو؟ هلا رح تمسك كل واحد تليفونه عم يرن. يلا رح نتأخر. لا تنتبه منيح، امسك اي واحد تليفونه عم يرن، انا رح اتصل فيها هلا. هلا مشوف. يلا حبيبي. يلا.
الظاهر الموضوع مهم. ألو؟ ماكايفا يلينا ألكساندروفنا. إيه؟ وين حضرتك هلا؟ إيه قلت لك كل شيء صار معي بالضبط. مين حضرتك وشو بدك؟ بشرح لك كل شيء لما نلتقى. شو أنت مجنون؟ لا تتصل على هذا الرقم ابنه. حضرتك بكرة. السيارة السوداء حاصروها فورا. حاصروا السيارة السوداء بي ام دبليو سوداء. شو هالغبي هاد؟ يلا طلعي بسرعة. شبكوا؟ شو بدكم؟ اهدوا شوي. شو في؟ عني هي. شو ما بدي اسمع صوتك يا إيلينا ألكساندروفنا. شوفي شو القصة. رح ناخذ من وقتك. رح تيجي لتعطينا إفادتك بخصوص حادثة القتل اللي راح ضحيتها اليوم إيغور ليونيدوفيتش شوكين. شوكين؟ شو انقتل؟ انت بتعرفه؟ ايه طبعا هو شريكي بالشغل. شو عم يصير؟ هاد مقلب يعني. شو بكون؟ انت اللي رح تشرح لنا. يلا رح تجوا معنا هلا تحقق من هويته فورا. شو عم يصير؟ طيب وين حاطه سيارتك؟ صفيتها عند بيتي. ليش؟ في عندك اقامه نظاميه؟ ايه. اسمعني هلا بتاخذ شبين وبتروحوا بتشوفوا السياره. ما شوفي. يلا اطلع بالسيارة وخلينا نمشي. لوين؟ رح نطلع بسيارتك وبشرح لك على الطريق. لا تاكل هم. اطلع يلا. اطلعوا بالسيارة. قبل ما نعلن زواجكم لازم نسمع انه الرغبة صادقة ومشتركة. حضرتكم اجيتوا تتزوجوا اليوم بإرادتكم الحرة وبقلوب مفتوحة وبدون أي ضغط. بالأول بدي أسأل العريس، حضرتك تقبل تتزوج آنيا بكامل إرادتك الحرة بالسراء وكمان بالضراء وتتشاركوا مع بعض الحياة؟ تفضل. بقبل. بدي أسمع جواب العروس. تقبلي؟ بقبل. وفقاً للسلطة الممنوحة إلي من قانون الأسرة بالاتحاد الروسي وبناءً على موافقة كل من الطرفين من دون أي ضغط صار فيني أعلنكم زوج وزوجة. إذا بتريدوا بدي تتفضلوا لعندي لأنه بدي توقيعكم على عقد الزواج. تفضلوا وقع هون يا عريس. وهلأ وقع هون يا عروس. العريس والعروس رح يبدلوا الخواتم هلأ. مين؟ ألو؟ ألو آنيا، أنا باريس. اعتقلوا لينا بتهمة قتل إيغور شوكين. الظاهر في سوء تفاهم. ما عم أفهم شي. دقيت لك لقلك إنه ما رح نقدر نجي. آسف كثير. شو ما عم أفهم عليك؟ طيب بأي قسم شرطة أنت؟ يا أخي شو أنت ما بتفهم يعني؟ طيب قلت لك ممنوع. ما بقدر أحكي. رح سكر هلأ. شلي هالتليفون. ماشي. اعتقلوا لينا بتهمة قتل. شو الحلوين بدهم يروحوا يتكذروا؟ أنا لازم أروح هلأ؟ إيه مسكي. لوين يا شباب؟ لوين؟ نحن عم نعتذر كثير. سبقونا على المطعم. نحن شوي وراجعين. طيب امتى راجعين؟ شوفي ممكن تقلي قديش الساعة؟ ما لنا مستعجلين على شيء. رح ندردش شوي ورح سجل كل شيء رح نحكي وبعدها فوراً رح أحط كل شيء بالسجل. رح نطول؟ ممكن الجواز؟ قليلي كيف كانت علاقتك بشوكي؟
مثل أي علاقة مع عملائي. أنا اشتغلت المشروع وكنت شوفه بموقع البناء مو أكتر. علاقتكن كانت علاقة عمل بس؟ أي طبعا. في عمال شهدوا أنه شافوك اليوم بالورشة أنت وشوكين بوضع مشبوه. كيف بتفسر هالشي إلي؟ اسمح لي أقول أنه الشي اللي حكيته معنه صح حضرة المحقق، بس اليوم الشي اللي صار بالورشة أنه حاول يتحرش فيني وأنا صديته، وهذا كل شي صار. ما تحرش فيكي من قبل يعني؟ لا أبداً، هي كانت أول مرة أنا انصدمت فيه. هيك لكان انصدمتي، بس قالوا إنه وحش، وحسب ما سمعت ما كان بده يدفع لك صح؟ أي مزبوط، تأخر لدفع لي. كان في عنا شوية تقصيرات بس حلينا كل شيء، ووعدنا إنه رح يجي على الورشة اليوم ويدفع الحساب للكل. ودفع الحساب بالأخير؟ إيه. دفع بس لألك ولا عطى مصاري لباقي العمال كمان؟ ما بعرف، أنا قبضت ورحت، بس لما أعطاني مصاري شفت معه رزمتين ثلاثة كانوا بالشنطة، يمكن يكونوا هدول المصاري اللي بده يعطيهم لباقي العمال. يعني كان معه مصاري؟ ايه ما عم افهم لوين بدك توصل حضرة المحقق. ادخل. بس لحظة، لقينا هذا بسيارته، ما عليه اي بصمات. روح انت. مشان شو هاد؟ هاد لقيناه بسيارتك. عم تمزحوا معي؟ كيف يعني بسيارتي؟ هذا البروتوكول وتوقيعك معه. لا لا لا، هذا مستحيل يكون إلي حضرة المحقق. بعتقد إنه هاد السلاح اللي تنفذت فيه الجريمة.